تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وجهت الحكومة الخزانة العامة للدولة بتحويل أكثر من 768 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك خلال 52 شهرا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر لعام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف القرن. وأفادت وزارة المالية بأنه رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية سيتم دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحة أنها مستمرة في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قد حولت 46 تريليون 478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول العام 2050. أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حسام هيبة أكد على دعم القيادة السياسية لحركة الاستثمار بمختلف الأدوات التشريعية والتنفيذية، من أهمها الطفرة التي شهدتها البنية التحتية، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، والذي أصدر في أول اجتماع له 52 قرارا محفزا على الاستثمار. جاء ذلك خلال استقباله قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال العمانيين المهتمين بالاستثمار في السوق المصرية. شهدت محافظة بني سويف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرقي النيل، ويعد مصنع الربيع لصناعة وتجارة مواد التعبئة والتغليف من ضمن المصانع التي تم افتتاحها داخل المجمع، حيث يعمل على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة. تحظى محافظة بني سويف بعدد من المشروعات القومية التنموية والخدمية نفذت خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد على توجه الدولة نحو تنمية الصعيد بشكل جاد، كما أن هذه المشروعات توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة وتمنع هجرتهم من المحافظة للعمل خارجها. ومن بين هذه المشروعات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب شرق النيل بتكلفة إجمالية 856 مليون و62 ألف جنيه، ليعد هذا المجمع من أهم الصروح الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة، ويأتي من أهم تلك المصانع التي تم افتتاحها داخل المجمع بعد دعم الدولة مصنع الربيع لصناعة وتجارة مواد التعبئة والتغليف، حيث يعمل المصنع على إنتاج ما بين 2 إلى 3 أطنان يومياً ومن 50 إلى 60 طناً شهرياً. احنا هنا استلمنا المصنع بعد افتتاح سيادة الرئيس للمجمع الصناعي، والصراحة المجمع الصناعي هنا فتح فرص عمل للشباب كتيرة، وهنا المنطقة متوفر فيها وسائل المواصلات والبنية التحتية انها تساعد الشباب او الصغار المستثمرين ان يبقى في فرصه للاستثمار في الوحدات اللي هنا، يعني التجهيزات والطرق والنظافه، فده مساعدنا ان احنا نبقى في تطور في الصناعه بتاعتنا. يعني كل يوم تقريبا بيبقى في متوسط الطاقه الانتاجيه في اليوم حوالي 2 من 2 ل 3 طن تقريبا، في الشهر بتوصل لتقريبا في حدود مثلا متوسط برضو من 50 ل 60 طن. الحمد لله الدولة بقدر الإمكان بيقفوا جنبنا وبيساعدونا. اتوفر ليا والأولاد اتوفر ليا فرصة عمل هنا في مصنع الربيع، ومن خلالها قدرت أوفر لأولادي دخل كويس، ومتوفر هنا كل حاجة الحمد لله، وسيلة مواصلات من بيتي لحد المصنع ومن المصنع للبيت. مصنع الربيع ده قدر يوفر لنا الحمد لله فرصة عمل ومصدر رزق ليا ولأولادي،
وفي المجمع الصناعي، وموفر لنا المواصلات والاكل والشرب ذهاب وعوده. والحمد لله، الحمد لله على نعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان قدر يوفر لنا المجمع وقدر يوفر لنا فرص عمل لينا ولاولادنا ان شاء الله في المستقبل. المصنع هنا قدر يوفر لنا فرصة عمل حلوة جدا، وإن أنا أقدر بيها أكون نفسي وأشتغل، وموفر لنا وسيلة مواصلات حلوة جدا. وبشكر في النهاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاريع الجميلة اللي بيعملها لنا، وقدر يوفر لنا فرص عمل كتيرة للشباب. مشروعات عدة شهدتها محافظة بني سويف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها محطة كهرباء غياضة جنوب شرق بني سويف، وصوامع القمح بسدس بمركز بيبا جنوب المحافظة، ومشروع طريق بني سويف الزعفرانة، ويعد بوابة المحافظة على البحر الأحمر، ومحور عدلي منصور، ويعد أكبر محور تنموي بالمحافظة، إضافة إلى تطوير كورنيش النيل بمدينة بني سويف العاصمة بطول 5 كيلومترات ضمن مبادرة الرئيس السيسي لإنشاء ممشى أهل مصر وتطوير واجهات النيل من القاهرة إلى أسوان ليكون متنفسا حضاريا للمواطنين. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن اهتمام الوزارة بتنمية النشاط التعديني أثمر عن جذب استثمارات عالمية ووطنية للعمل في هذا النشاط. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير بمواقع عمل شركة مناجم النوبة للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بالصحراء الشرقية بمنطقة منجم أم الروس في مرسى علم بالبحر الأحمر بمساحة حوالي 175 كيلو متر مربع. وخلال الجولة افتتح الوزير معمل تحضير وتحليل العينات المستخرجة من المناجم الذي أنشئ في منطقة الامتياز والمعتمد طبقا للمعايير الدولية لفحص خامات الذهب والمعادن المصاحبة. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط مع انحسار الارتفاعات المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بدعم إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة، لكن الأسعار حققت مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر قبيل اجتماع أوبك بلس الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيض الإنتاج في العام 2024. نزل سعر خام برنت بنسبة بلغت 1.3% مسجلة 80.58 دولار للبرميل، في حين نزل أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 2.2% مسجلة 75.54 دولار، فيما تراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.93% لتصل إلى سقف 2.75 دولار للتر. في المقابل هبطت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.45% مسجلة 2.86 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت وكالة مودز للتصنيف الائتماني على تصنيف العراق عند CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ذكرت الوكالة أن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، مما يؤدي إلى تأثره بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون.